كل اللي توصلوا الى انتخابات مبكره، منين راح تجيب بشر تخليهم بالبرلمان؟ نفس الكتل موجوده، نفس الكتل موجوده. وحتى المتظاهرين بتشرين ما قدروا يبلورون نفسهم بنظام واحد او فكره واحده او كتله واحده، هم اراء مختلفه، وما صاروا في كتلة بحيث انه اللي يريد ينتخب ينتخب البديل عن القوى السياسية القائمة، فراح يتكرر النظام، ما راح يصير شيء جديد. احنا يريد لنا مراجعة بنيوية، هاي ترقيعية هاي العملية. شفنا الناس متأففين من هذا النظام ما شيناهم، قالوا يا ما يخالف تريدون انتخابات مبكرة، هاي انتخابات مبكرة، ايش راح يصير؟ نفس الافراد راح يتكررون، نفس القوائم، شوفها بالشارع امشي لاحظ القطع الموجودة، كل الكتل موجودة القديمة. يعني ممكن المرحلة يعني إعادة إنتاج نفس الوضعية السابقة. إذا ما أعيد نفس الإنتاج تعتقد أننا سنصل إلى مرحلة الارتطام الكبير؟ أنا أعتقد بأنه إحنا على سنة ماردة الشائم بالحقيقة، بس تلاحظ الآن التصريحات اللي موجودة، التنافس وصل إلى درجة بس كل واحد كل كتلة تقول أنا لحكم العراق، وبالتالي يقول إذا ما صار هذا الشيء وما حصلت الأكثرية إذن الانتخابات مزورة. هاي المقدمة راح تعطي انطباع أي واحد من ذولا راح ما يحصل الشيء اللي يريده من عدد البرلمانيين راح يقول انتخابات مزورة وتبدأ المعركة. إذن هذا هذه مقدمة ذيك. هاي المقدمة رائع أنك استشهدت بها. إذن ما كانوا يتماهون مع حركة وخطاب الناس، كانوا يخدعون. على كل حال كل واحد يعتقد بأنه هو صاحب نظرية الإصلاح، هو القادر، عنده قدرات معينة الآخرين يفتقدوها، وبالتالي هو يقدر يصلح الوطن، هيك يعتقد. أكو قضية يعني الآن العامل الدولي الآن أصبح ضاغطا، البيانات التي صدرت من مجلس الأمن بيانيا أنه فيما إذا لو ثبت أنه العملية السياسية بالعراق مزورة أو تم التلاعب بها قد تسحب الشرعية. تعتقد هذا العامل الجديد الآن يوحي بأننا اقتربنا قاب قوسين أو أدنى؟ شوف لاحظ احنا عندنا تجارب الآن بالمنطقة نشوفها. شوف مصر شلون اجى السيسي للحكومة بأي طريقة، شاهدت انتخابات شلون صار، شوف السودان، شوف ليبيا. فالمسألة إذا تصير حركة شعبية بشكل من الأشكال متمردة على النظام القائم بسبب كون أنه ما أنتج شيء، وبالتالي يجي واحد يختطف الأكل معكم، فقد يكون هذا مقدمة افترض لانقلاب، بس الانقلاب مو شرط أن يكون سياسي، يعني عسكري، قد يكون لفئة معينة السيطرة على الموضوع تؤهل من قبل الخارج. مثل ما نشوف الآن، مو احنا عندنا دستور يقولون الكتلة الكبيرة هي اللي ترشح رئيس الوزراء، تمام؟